زلنا نتواصل معكم مشاهدينا متابعينا الكرام، والأشواط تتوالى شوطا تلو الآخر في هذه الأمسية، أمسية الكبار، انطلاقة سليمة ورائعة لشوطنا الحادي عشر في تعداد أشواط مساء هذا اليوم. الشوط الحادي عشر وهو الشوط الخاص بزمول المحليات الأصايل بشعارات أصحاب السمو الشيوخ. انطلاقة سليمة لهذا الشوط كما يتمناها الجميع، نسير بالصدارة نتابع البداية وأرذي منقاد المجموعة بشعار سمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد نعيمي، متابعة فايز بن غفان اليابري الطبيب الشعبي من ينطلق على المقدمة والصدارة، يلي مع المركز الثاني، مع المركز الثاني شاهين من الجانب الآخر لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، وانطلاقة محمد بن سعيد بن حلوة. شاهين يتدخل مع المركز الثاني، أو أرد تسلل من هداد، من هداد مع المركز الثالث، مع المركز الثالث ورابع التحديات شاهين الاثنين بالشعار هجن العاصفة، ومتابعة غياث الهلالي متابعا منطلقا مع هذا الاندفاع المثير، ومع المركز الخامس، خامس التحديات أرى القدوم من زعفران لسمو الشيخ الهيام بذياب بسيف آل الهيان، ومتابعة الصادق فضل الأمين في عملية التضمير والمتابعة. نقلتنا التالية مع المركز السادس، أرى التسلل، أرى الهجوم من مثير لسمو الشيخ ناصر بن سلطان بن ماجد القاسمي، سالم بن علي بن مخيت المسافري يقود بهذا الاندفاع، ومع المركز السابع، المركز السابع وصل في هذه اللحظات مشوش لسمو الشيخ محمد بالمرب المكتوم المكتوم، ومتابعة سعيد بن سالم الينيبي من يتابع انطلاقة مشوش مع المركز السابع، ثامن التحديات، المركز الثامن، المركز الثامن، التقدم، التقدم في هذه اللحظات، والتسلل، التسلل مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع شاهين. نتابع المركز الثامن مشاهدينا متابعينا الكرام، وأرى التقدم في هذه اللحظات، والتسلل، التسلل مشاهدينا متابعينا الكرام، ما شاء الله تبارك الله، القدوم في هذه اللحظات من ملفت بشعار سمو الشيخ حمدان برادة مكتوم عبد الله بن ثعيل بالهايري في عملية التضمير والمتابعة، ومع المركز التاسع الكاسبي لسمو الشيخ حمدان برادة مكتوم سهيب بن مبارك بن مرخان يقود بهذا الاندفاع المثير، ومع المركز العاشر القدوم من الأسد لسمو الشيخ سلطان بن زايدان الهيان أحمد بن خلفان بصايغ المزروعي في عملية التضمير والمتابعة. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا المتقدمة، لمراكزنا المندفعة بناموس هذا الشوط في أول نداء للعشر، الأسهام المذاعة والمنطلقة والمندفعة في هذا التحدي المثير والرائع. نعود مع الصدارة، نتابع 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 بداية هذا الشوط، وأرى شاهين، أرى شاهين اللي قاد المجموعة، انفرد بناموس هذا الشوط منذ البداية، منذ البداية بدأ يباعد المسافة. شاهين على المقدمة يلي مع المركز الثاني، أرى هني هداد الاثنين بشعار هجن العاصفة، ومتابعة وانطلاقة غياث الهلالي، بينما انطلقنا مع المركز الثالث بأرى القدوم من ناصي لسمو الشيخ محمد لسمو الشيخ الهيان بذياب السيف آل الهيان، ومتابعة الصادق فضل الأمين ومبدع يتسلل يتسلل.
مبدأ يتسلل مع المركز الرابع بالشعار سمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي وبقيادة فايز بن غفان اليابري. الطبيب الشعبي ينطلق أيضا بتحديات وإثارة الكبار في هذا المساء الجميل. ننطلق مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الخامس، مع المركز الخامس، وأرى القدوم، القدوم لشاهين لسمو الشيخ ناصر بن سلطان بن مايد القاسمي سالم بن علي بن رخيت المسافري في عملية تضميره الدور دور المركز السادس. القدوم الملفت لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم وعبد الله بن ثعيل بن هايري متابعا لهذا الانطلاق. سراب من الجانب الآخر لسمو الشيخ زايد بن مر بن مكتوم المكتوم حمد بن علي العويسي مضمر الخمس نجوم ينطلق، ينطلق مع سراب. من بدأ يتسلل، من بدأ ينطلق مع المركز الثامن الدور دور المركز التاسع ومع المركز الثامن عفوا القدوم في هذه اللحظات. أراهني سراب لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن رايد المكتوم يقدم محمد بن سعيد بن حلو الأسدياتي تاسعا لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل الهيان أحمد بن خلفان بصايغ المزروعي في متابعة وانطلاقة الأسد مع المركز التاسع وعاشر التحديات. أراهني شاهين لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم سيب بن أحمد بن خريدة من يقود أيضا بهذا الاندفاع المتميز مع المركز العاشر. هذه نتيجتنا، هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام. ندان الثاني، ندان الثاني أكملناه للعشر الأسامي المذاعة والمنطلقة والمندفعة بناموس هذا الشوط. ولكن بنعود مع الصدارة ما شاء الله تبارك الله. نتابع، نتابع البداية، نتابع المقدمة، نتابع صدارة هذا الشوط في هذا الاندفاع المثير. وأرى شاهين، أرى شاهين على الصدارة ينفرد، ينفرد بناموس هذا الشوط، يغرد خارج السرب وحيدا منفردا منطلقا في هذا الاندفاع المثير وبهذا الشعار، شعار هجن العاصفة. هذه الامبراطورية العظمى في هذا العالم الساحر ما شاء الله تبارك الله. وبقيادة غياث الهلالي من ينطلق، من ينطلق، من يندفع مع شاهين على الصدارة. ولكن أرى هداد، أرى هدود مع المركز الثاني، مع المركز الثاني أيضا شعار هجن العاصفة يتقدم مع المركز الثاني. بدأ أيضا يقلص المسافة ما بينه، ما بينه وما بين شاهين. بدأ يناصر أيضا شاهين وينطلق مع المركز الثاني بنفس الشعار، شعار هجن العاصفة. ومتابعة غياث الهلالي من ينطلق أيضا مع الثنائية المركز الثالث، المركز الثالث. وصل ناصي، وصل ناصي مع المركز الثالث بالشعار سمو الشيخ انهيان بن ذياب بن سيفر انهيان. ومتابعة الصادق فضل الأمين. ولكن أرى مبدع، أرى مبدع بدأ يبدع، بدأ يبدع بانطلاقته المتميزة مع المركز الرابع. شعار سمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي ومتابعة فايز بن غفان اليابري من ينطلق ويندفع مع المركز الرابع. ما شاء الله تبارك الله. بو حمد أيضا مع الكبار في هذا المساء الجميل بهذا العرض الرائع اللي قدمه مبدع وهو ينطلق على مستوى المركز الرابع. الدور دور المركز الخامس، خامس التحديات مشاهدينا متابعينا الكرام. نتابع القدوم، نتابع التسلل، نتابع ايضا انطلاقة ملفت لسمو الشيخ حمدان برايد المكتوم وعبد الله بن ثعيل بن هايري من يقود في هذا الاندفاع المثير. ومع المركز السادس، المركز السادس وصل شاهين لسمو الشيخ ناصر بن سلطان بن ماجد القاسمي سالم بن علي بن بخيت المسافري في عملية التضمير والمتابعة. ولكن أرى الأسد، أرى الأسد بدأ ينطلق، بدأ يندفع أيضا مع المركز السادس، مع المركز السادس بهذا أو المركز السابع بهذا الأداء المثير. والشعار سمو الشيخ سلطان بن زايد آن انهيان ومتابعة أحمد بن خلفان بصايغ المزروعي. الدور دور المركز الثامن، أرى القدوم
من شاهين لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم ومتابعة سيف بن أحمد بن خريدة. ما شاء الله تبارك الله. المركز التاسع، المركز التاسع وصل الرماس بشعار سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم. الثاني سالم بن عامر المدهوش يتابع، يتابع انطلاقة الرماس. ومع المركز العاشر وصل، وصل وصل الباز، وصل الباز بأول ندى، بأول ندى يتدخل، يتدخل ينطلق مع المركز العاشر الباز التابع بشعار هجن العاصفة وانطلاقة وبقيادة غياث الهلالي متابعا لانطلاقة وتحديات الباز. ولكن منعود مع الصدارة، نتابع، نتابع البداية، نتابع المقدمة. ما شاء الله تبارك الله، شاهين على الصدارة، ينفرد، ينفرد بناموس هذا الشوط، ينطلق بالصدارة، ينطلق بالمقدمة. انباعد المسافة، انباعد المسافة منذ البداية، منذ انطلاق ستار وهو على مقدمة هذا الشوط. يغرد، يغرد وحيدا، ينطلق، يندفع بناموس هذا الشوط. والمغادرة للوحد الكيلو المتر الأخير والخطير، شاهين على الصدارة، هداد مع المركز الثاني، مع المركز الثاني، الاثنين الاثنين بشعار هجن العاصفة وغياث الهلالي يحكم القبض على مقدمة هذا الشوط مع انطلاقة شاهين، مع تحديات أيضا هداد. ما شاء الله تبارك الله، اللحظات الأخيرة والعد التنازلي لمجريات هذا الشوط مع الانفراد، مع الانفراد المتميز، مع العرض المثير. شاهين على الصدارة، على المقدمة، وبدون أي أوامر، بدون أي أوامر، الركض تلقائي، العرض تلقائي على الصدارة. ينفرد بدا يزيد، بدا يزيد من سرعته. ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء المثير. ولكن أرى هداد بدا ينهد في هذه اللحظات مع المركز الثاني، مع المركز الثاني، اللحظات الأخيرة، اللحظات المثيرة. تهانينا، تهانينا لهجن العاصفة ولمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوب. تهانينا لغياث الهلالي مع هذا الانطلاق المثير ومع هذا العرض الاستثنائي اللي قدم شاهين ولحظات وصوله، لحظات وصوله واغترابه من خط النهاية بدون أي منافس، بدون أي منازع يغترب شاهين من خط النهاية. تهانينا لهجن العاصفة على هذا الانتصار، تهانينا لغياث الهلالي والنقطة العاشرة في هذه الأمسية الجميلة والرائعة، أمسية الكبار. لحظات وصول شاهين إلى خط النهاية، هداد يصل مع المركز الثاني أيضا بشعار هجن العاصفة. ومع المركز الثالث ياتي الرماس لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم. الثاني المركز الرابع الأسد لسمو الشيخ سلطان بن زايد النهيان. المركز الخامس ملفت لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس الأسامي المذاعة والمنطلقة بناموس هذا الشوط. نعود مع التوقيت الزمني ولحظات وصول شاهين إلى خط النهاية. ياتي بتوقيت زمني مقداره 13 دقيقة بالتأكيد، 33 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة والتهاني للمضمر غياث الهلالي على فوز شاهين بالمركز الأول، بينما اللي وصل مع المركز الثاني هداد يصل مع المركز الثاني أيضا بشعار هجن العاصفة. 13 دقيقة 38 ثانية و9 أجزاء من الثانية توقيت الزمني. تهانينا لهجن العاصفة والتهاني لغياث الهلالي. الرماس يصل مع المركز الثالث بشعار سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني وبقيادة سالم بن عامر المدهوشي. 13 دقيقة 45 ثانية وخمس أجزاء من الثانية توقيت الزمني. تهانينا للجميع والناموس.